دعت سعاده الدكتوره جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لتشكيل غرفه للتجاره الاورومتوسطيه بدول الخليج من اجل الاستفاده بشكل اكبر من الشركاء الاقتصاديين وخصوصا في ظل ما تتميز به مملكه البحرين من موقع جغرافي مميز ادى لتاسيس غرفه للتجاره الاوروبيه. واوضحت الفاضل ان تشكيل هذا النوع من الغرف سيسهم في التعرف على الفرص الاستثماريه بشكل اكبر. واكدت الدكتوره الفاضل اهميه اتخاذ خطوه في اتجاه اجراءات تشريعيه فعاله لتشجيع زياده النمو الاقتصادي والشراكات المثمره بين الدول الاورو المتوسطيه ودول الخليج مع ضروره تشكيل غرفه للتجاره الاورو المتوسطيه بدول الخليج من اجل الاستفاده بشكل اكبر من الشركاء الاقتصاديين جاء ذلك خلال مداخله للدكتور الفاضل ضمن مشاركه وفد الشعبه البرلمانيه لمملكه البحرين في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقه الاورو متوسطيه والخليج لبرلمان البحر الابيض المتوسط والمنعقد في مدينه مراكش